السفارة العراقية في الكويت تقاضي الممثلة ملاك بعد الإساءة لجمهورية العراق والشعب العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه القضية تعد من قضايا أمن الدولة، أو عفوا هي شكوى إلى الآن ما تحولت إلى قضية، ممكن تصنف كقضايا أمن الدولة أو كقضايا الجرائم الإلكترونية. وإحنا نفتخر ونشكر أميرنا أمير الإنسانية على جهوده في مؤتمر إعمار العراق اللي راح يكون في فبراير القادم، وهذه أخلاق دولة الكويت، دولة الإنسانية.